نستعرض في الفقرات القادمة بعض المعلومات عن 10 أشهر قراصنة المعلومات في التاريخ الذين تسببوا في إلحاق العديد من الأضرار على نطاق واسع. في المرتبة الأولى، كيفن ميتنيك. أطلقت عليه وزارة العدل الأمريكية المطلوب رقم 1 للعدالة في مجال جرائم قرصنة المعلومات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد أن قضى عقوبة سجن لمدة عام بتهمة قرصنة الشبكة الخاصة بإحدى الشركات، تم إطلاق سراحه بشرط مراقبته لمدة 3 سنوات، ولكن قبل انتهاء هذه المدة اختفى بعد تورطه في تسريب بيانات نظام إنذار الأمن القومي وأسرار بعض الشركات. تم القبض على ميتنيك وحكم عليه بالسجن ل5 سنوات، وبعد قضاء عقوبته أصبح مستشارا لأمن المعلومات ويدير الآن مؤسسة ميتنيك سيكيوريتي كونسلتينج ميتنيك للاستشارات الأمنية. في المرتبة الثانية، جوناثان جيمس. بدأت جيمس عمليات القرصنة منذ صغره وقام بقرصنة العديد من شبكات المؤسسات الحكومية والتجارية، ومن أشهر عمليات القرصنة التي قام بها هي عملية اختراق شبكة وكالة ناظر الأمريكية، حيث تمكن من تحميل شفرة المصدر أو سورس كود التي تحتوي على كيفية عمل محطة الفضاء الدولية، واضطرت ناظر لإغلاق شبكتها لمدة 3 أسابيع للتحقيق في كيفية حدوث هذا الاختراق. في عام 2007 تعرضت العديد من الشركات الكبيرة لهجمات إلكترونية، وتم توجيه الاتهامات لجيمس والتحقيق معه، ولكنه أنكر تورطه في هذه الهجمات وقام بالانتحار في عام 2008 لاعتقاده بأنه متهم في هجمات لم ينفذها. في المرتبة الثالثة، ألبرت غونزاليس. بدأ غونزاليس نشاطه بقيادة مجموعة من قراصنة المعلومات تسمى شادو كريو، وبالإضافة إلى سرقة وبيع أرقام بطاقات الائتمان، قامت هذه المجموعة بتزوير جوازات سفر وبطاقات تأمين صحي وشهادات ميلاد لاستخدامها في جرائم سرقة الهوية. أشهر عملية قرصنة قام بها غونزاليس هي قيامه خلال 2 فقط بسرقة أرقام 170 مليون بطاقة بنكية، بعضها بطاقات ائتمان وبعضها الآخر بطاقات صراف آلي أو الATM cards، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وسيتم إطلاق سراحه إن شاء الله عام 2025. في المرتبة الرابعة، كيفن بولسون. قام هذا القرصان باستغلال خبرته بأنظمة اتصال الهواتف، وقام باختراق خطوط الهاتف الخاصة بإحدى محطات الراديو وتعيين نفسه كمتصل فائز في إحدى المسابقات، واستطاع بذلك الفوز بسيارة بورش. كما قام بولسون باختراق أنظمة فيدرالية واستطاع الحصول على بيانات التنصت على المحادثات، وقد تم القبض عليه وعوقب بسجن لمدة 51 شهر وسداد تعويضات بقيمة 56,000 دولار. بعد إطلاق سراحه عام 1995، قام كيفن بتغيير مساره وبدأ العمل كصحفي، وهو الآن كاتب مساهم في موقع وايرد. في المرتبة الخامسة، جيري ميكنون. قام ميكنون بتنفيذ ما يعرف بأكبر اختراق معلوماتي عسكري في التاريخ، فعلى مدار 13 شهرا وتحديدا في الفترة بين فبراير 2001 ومارس 2002، استطاع اختراق 97 جهاز كمبيوتر تابعين للجيش الأمريكي ولوكالة نازا. ووفقا للسلطات الأمريكية، فقد قام ميكنون بحذف العديد من الملفات الهامة، وقام بإتلاف أكثر من 300 جهاز كمبيوتر، وتسبب بخسائر قيمتها 700,000 دولار. ولكونه من أصل أسكتلندي ويعمل خارج المملكة المتحدة، تمكن ميكنون من مراوغة الحكومة الأمريكية حتى عام 2005، وبعد سلسلة من الطعون منعت تيريزا ماي تسليمه على أساس أنه مريض للغاية، وأن تسليمه سيكون غير متوافق مع حقوقه الإنسانية. في المرتبة السادسة، روبرت تابان موريس. اكتسب روبرت موريس خبرة ممتازة بمجال الكمبيوتر من والده الذي كان عالما في مجال الحوسبة في مختبرات بيل لابس، وبعدها بوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA. كما ينسب إليه تطوير أول فيروس وورم كمبيوتر من نوع الدودة خلال عام 1988 بينما كان طالبا في الجامعة، وتمكن من إتلاف 6,000 جهاز كمبيوتر عن طريق إصابتهم بهذا الفيروس. في عام 1989 تمت إدانة موريس وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف تنفيذ و400 ساعة من أعمال الخدمة المدنية وغرامة 1050 دولار، ولكنه الآن أصبح أستاذا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في المرتبة السابعة، لويد بلانكنشيب.
بدأ بلانكنشيب بممارسة القرصنة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتحق بالعديد من مجموعات القرصنة وأشهرهم ليجن أوف دوم، والتي تعرف اختصارا باللود. وقد تم اعتقاله عام 86 و900 وألف، كما داهمت السلطات الأمريكية منزله عام 91 و900 وألف، وصدرت كتاب قواعد اللعبة واصفة إياه بأنه كتيب لجريمة الكمبيوتر. وقد تخلى بلانكنشيب عن القرصنة وأصبح الآن رئيسا لأبحاث وتصميم المنتجات في MCEFI. في المرتبة الثامنة جوليان أسانج. بدأ أسانج نشاطه كواحد من قراصنة المعلومات منذ أن كان عمره 16 عاما فقط، وخلال 4 سنوات تمكن من اختراق شبكات العديد من المؤسسات المختلفة مثل وكالة نازا والبنتاغون وجامعة ستانفورد وشركة لوكهيد مارتن وسيتي بانك. قام أسانج بإنشاء ويكيليكس عام 2006 كمنصة لنشر الأخبار والمستندات المسربة من مصادر مجهولة، وفي عام 2010 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تحقيقات لإدانة أسانج، ولكنه طلب اللجوء لدولة الإكوادور، وهو الآن مواطن إكوادوري ويعيش في سفارة الإكوادور في لندن لخوفه من الترحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في المرتبة التاسعة جوسيفر 2.0. لا أحد يعلم هوية جوسيفر، وما إن كان قرصانا واحدا أو مجموعة من قراصنة المعلومات، ويعتقد أن الاسم مقتبس من اسم القرصان الروماني الشهير جوسيفر، الذي غالبا ما يستهدف المسؤولين الحكوميين والسياسيين الأمريكيين البارزين. خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 يعتقد أن جوسيفر 2.0 قام باختراق شبكة المؤتمر الوطني الديمقراطي وتسريب الآلاف من الوثائق على ويكيليكس وأماكن أخرى في الدارك ويب. كما يعتقد الكثيرون أن جوسيفر 2.0 هو مجرد غطاء للمخابرات الروسية، ولكن في مقابلته مع موقع ماذربورد ادعى جوسيفر 2.0 أنه روماني وليس روسيا. في المرتبة العاشرة أنونيموس. تعتبر أنونيموس مجموعة لا مركزية تضم العديد من قراصنة المعلومات بدون هيكل تنظيمي محدد، حيث يستطيع أي قرصان أن يطلق على نفسه اسم أنونيموس. ومنذ ظهور المنظمة عام 2003 تم تحميلها مسؤولية العديد من الهجمات الإلكترونية على مواقع شهيرة مثل باي بال وأمازون وسوني، وكذلك حكومات عديدة من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند وسوريا، ولا تزال المنظمة تمارس أنشطتها حتى الآن.